بدموع حمراء اللون أسفل عينيها، رفعت إيرانية قميص كرة قدم مطبوعا على ظهره كلمة مهسا أميني 22 في إشارة إلى الشابة الإيرانية التي قتلت على يد قوات الأمن الإيرانية، وأشعلت بمقتلها شرارة الاحتجاجات في أنحاء البلاد. كما ظهر بجانبها رجل يحمل قميصاً مطبوعاً عليه شعار المرأة الحياة الحرية، وهو أحد الهتافات الرئيسية في الاحتجاجات الإيرانية. وتداول شهود عيان أن ثلاثة من مسؤولي الأمن اصطحبوا الرجل الذي دعم الاحتجاجات بقميصه، لكن لم يعرف أحد سبب اصطحابه. مشجعة إيرانية أخرى مناهضة للحكومة قالت لوكالة رويترز إنها نجحت في إخفاء قميص عن عناصر الأمن وإدخاله للملعب، بينما تم إبعاد أصدقاء لها بسبب ارتداء قمصان مكتوب عليها المرأة الحياة الحرية. وتشهد كافة المدن الإيرانية موجة تظاهرات شعبية منذ أكثر من شهرين، وذلك احتجاجاً على مقتل الشابة الكردية جينا أميني على يد ما تسمى شرطة الأخلاق بحجة عدم ارتدائها الحجاب بشكل ملائم.